الدعاء يوم الاحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضل ولا أخشى إلا عدل ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبلي بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن قير الزمان وتواتر الأحزان وتوارق الهدسان ومن انقضاء المدة قبل التحب والعدة وإياك استرشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك استعين فيما يقترن بالنجاح والإنجاح وإياك أرقب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلواتي وصومي واجعل قدي وما بعد وافضل من ساعتي ويومي وأئذني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعد من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرزا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإصابة فصل على محمد خير خلقك الدائي إلى حقك وأئذني بإذنك الذي لا يظام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة أمري إنك أنت الغفور الرحيم.